انطلقت اليوم الدورة 31 من معرض الخليج للتدريب والتعليم 2019 جايتكس في معرض دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وبمشاركة 220 من الجامعات ومعاهد التدريب الرائدة من مختلف أنحاء العالم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير مع الزميلة حنين حسن. استضاف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض الخليج للتدريب والتعليم جايتكس 2019، المعرض الأبرز في المنطقة في مجال التعليم والتدريب والتطوير المهني، والذي يجمع تحت سقف واحد خبراء التعليم الدولي وممثلي الجامعات ومقدمي الخدمات التعليمية. دولة الإمارات دولة ملتقى للجميع، نفس الوقت أيضا في حضور جيد من الجامعات الموجودة عندنا في الدولة، سواء كانت جامعات الاتحادية أو المحلية، جامعات الخاصة وفروع الجامعات الدولية. نحن دوم نحتفل أن نحن في دبي عندنا أكثر فروع لجامعات دولية موجودة في العالم، وهذا يعزز مكانة الدولة والإمارة في تعزيز الاقتصاد. بالنسبة لنا المعرض مهم جدا، لأن يعطي فرصة للطلبة الموجودين يطلعون على الخيارات الموجودة الدولية أيضا. يوفر المعرض الذي يستمر حتى 19 من أبريل الجاري يوفر للطلاب الفرصة للتعرف على أبرز الخيارات والنصائح التعليمية من ممثلي الجامعات المشاركة، الأمر الذي سيساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن خياراتهم الدراسية فيما يتعلق بالدراسات العليا والتطوير المهني وبرامج التدريب المتنوعة. طبعا احنا كالجامعة الكندية كل سنة بنشارك وبنستفيد طبعا من هذا المعرض، بنفيد الطلاب واحنا بنستفيد من الطلاب بعد. وهاي السنة فتحنا تخصصات جديدة بالعربي اللي هي علم الاجتماع وعلم النفس بالعربي موجودين، وفي عنا تخصصات ثانية بالانجليزي طبعا اللي هي إدارة الأعمال، الهندسة فيها ميكاترونكس إلكترونكس وتليكوميونيكيشنز، وفي عنا طبعا إدارة الأعمال فيها 10 تخصصات، وفي المعماري والتصميم الداخلي، وفي الكوميونيكيشن ستاديز بابليك ريليشنز ادفرتايزنج جورناليزم. نحن حاليا عم نستعرض برامج جديده في البكالوريوس في مجالات الهندسيه والاداره والعلوم والفنون، وطبعا في عندنا برامج ماجستير ودكتوراه في مجالات الهندسه والعلوم القانونيه، وفي عندنا كمان برامج الدكتوراه، وطبعا يعني فاتحين المجالات للجميع للالتحاق في هالبرامج اللي هي على مستوى راقي جدا ومعتمدة من جميع الهيئات المحلية والعالمية. تتميز دورة هذا العام بوجود خيارات التعليم العام والمدارس الداخلية والتعليم الجامعي والدراسات العليا والتعليم المهني والصناعي وبرنامج التطوير المهني والتعليم المستمر والتدريب والاستشارات الطلابية والمهنية.